استكمالا لمباريات الجولة 17 من دوري الوطنية موبايل المحترفين. حكم هذا اللقاء وسيد اللقاء يطلق صافرة أشرف قادوس معلنا عن بداية هذا اللقاء شباب الظاهرية في الناحية اليمنى بالقمصان الخضراء المعتادة على يمين الشاشة يلعب في هذا المساء خطيرة، ولكن توفيق عالي في المقدمة فراس نعمان برقم 18 ويلعب خلفه أشرف. جولة رقم 17 تلعب مبارياتها الأربعة في هذا اللقاء، لعب لقاءين بالأمس. كرة عند أحمد ماهر في الناحية اليمنى، انطلاقة من الماهر بالسرعة بالرشاقة، انطلاقة أحمد ماهر، انطلاقة في اليمين، جول طريق أحمد ماهر من وسط الملعب. شوف شوف المشوار، يا سلام على انطلاقات الماهر، عرضية عالي عالي. اللقاء سيكون جميل، كامل جبرين، البينية، خطير 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 خطير، يا ستار، أوه ركلة جزاء. اللاعب محمود صالح، شوف الإعادة والعرقلة، وأحمد ماهر كان يطالب، نعم توفيق ولا الماهر، أحمد ماهر جول على ثاني الأهداف فيها تليق باسم أشرف نعمان. ركنية تنفذ حاليا، تبعد بنهاية على النتيجة، ركنية تنفذ في منطقة الجزاء، تخرج إلى ركلة مرمى. وحافظ على اللياقة البدنية، سنراه في هذه الفترة أفضل، فقط هو عنصر اللياقة البدنية والتصويب، يا ستار. واللعبات صوب كرة على مرمى قياسية، البطولات الممكنة مع فريقه شباب الظهرية. وسط الملعب حاليا أحمد ماهر، والبينية الجميلة باتجاه وسيم الأطرش لعلي نعمة، علي جول جول جول، علي نعمة، فرصتين بهدفين، شوف الترويض والتسديد، ثلاث ترجي فراس نعمان لأشرف نعمان، حذاري من التصويب، لا زال يحاول يبحث عن منفذ للتسديد على الشباك، دوران الاحتفاظ المبالغ بالكرة لن يجدي نفعا، نعم بالتمرير في كل شيء حاليا عند فريق الترجي، فراس لأشرف الأشرف المقام الأول، كامل جبرين ينقل في اليسار، محمد حامد ينطلق، انطلاقة لفريق الظهري، العرضية الخطير الخطير خطير خطير، ركلة ركنية. يعني شهدنا دائما كامل جبرين كقلب دفاع، اليوم نرى كامل جبرين يلعب كالحين، والعيون كلها على علي نعمة، يا سلام يا سلام يا سلام، كادت ان تغالط، شوف كرة علي نعمة في القية عالية بإتقان، كان يريد التوقيع على الهاتريك، هون أشرف نعمان في الرد، ولكن وليد قيسية، وليد قيسية لم يكن يتوقع بأن يكون هنالك متابعة، شوف شوف الكرة كانت على خط المرمى بالركنية للترجي، تلعب خطيرة لقرية لا يتجاوز تعدادها سكان الألف نسمة، يقدم بطولة خطيرة، يا سلام على لعبات الترجي. شوف شوف الإعادة، كرة جهاد صقر الأخير، ولكن وليد بها في اليمين حاليا لشباب الظهرية، تنقل وسط الملعب علي نعمة، علي نعمة لشباب الظاهرية، يا سلام صد للعبة، تشوف كرة علي نعمة أيضا، كرة هنا وهناك متجهة يعني نحو مرمى قياسية، أشرف نعمان، محمد زيدان حاليا، محمد نضال على المرمى، قياسية قياسية بالمرصاد حاليا، ترجي وادي النيس، ترجي وادي النيس يخطر، ترجي وادي النيس أفضل، حذاري مرت آسيويا، وبالتالي ظاهرة تستحق الدراسة. محمد نضال يلعب في صندوق الجزاء، تقطع من حربي، أحمد حربي، محمد نضال يهيئ، خطيرة، ما الذي أصابك يا نعمان؟ تلك كل الإمكانيات، فوت فرصة جول. رباع الدفاع إسماعيل صالح، أحمد حربي، هالي مناع، بهاء وريدات، وسط الملعب كامل جبرين، برا بطاط، والكرة حاليا للظاهرية، جول 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 على رابع الأهداف، شوف شوف بالكوبري اللاسلكي وضع قدر يوسف في الإبعاد، وسط الملعب باتجاه
أشرف نعمان، انطلاقة سريعة نعمان نعمان نعمان، جول. لا، مرت مرة. شوف السرعة، شوف المهارة والتصويب التي خرج وسيم الأطرش حاليا لأحمد ماهر، والتصويب اليساري في الأمام. أشرف نعمان لمصلحة ترجي وادي النيس. أشرف نعمان، يا السلام يا السلام على الدوران وعلى المراوغة. المرمى حاليا لفريق الترجي، متابعة وسط الأمور تصعب عند أحمد حربي حاليا، ولكن تودع البطولة ترجي وادي النيس والدعم من دور 32 من فريق العيسوية. في اليمين انطلاقة أشرف نعمان اللي هو حازم، حازم عبد الله، قوية قوية. شوف كرة حازم عبد الله الأخيرة والتصويبة الجميلة، لكن وليد مليئة بالتشجيعات، بالأهازيج، بالحناجر، مليئة بكل هذه الأمور. كرة فراس نعمان حاليا، انطلاقة في الناحية اليسرى للترجي، يهيئ خطير، ركلة جزاء. نعم لتقدير، شوف العرقلة اللي كانت من أحمد، يمتلك قدم يسرى قوية. جول 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 قياسية ليعلن في اليمين حاليا لفريق الترجي. العرضية تقطع، لا زالت يعني كرات الترجي خطيرة، نعم خطيرة. سميح يوسف حاليا، تراجع كبير في أداء ظهري محمد زيدان فوق المرمى، قريب من اللقطة وبالتالي يعطي ركلة ركنية. أشرف نعمان حاليا لفريق الترجي، أشرف لمحمد زيدان والتصويب خطير. جول 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 جول، نعم جول، نعم عاد وسجل. شوف كرة محمد زيدان، وليد قيسية والتصدي الخاطئ. زيدان قدم يعني شوط أول جميل. حازم عبد الله حاليا سيصوب، نعم، ولكن وين يا حازم؟ حامد على المشوار السريع، واو 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 للماهر حاليا، أحمد ماهر، يا السلام يا السلام. راوغ باليمين وباليسار، لم تكمل، لا يستكمل عادة لأشرف نعمان. حذاري من اللعب الاستعراضي، قد يعاقب حازم عبد الله. جول جول جول، نعم جول. أوراق، شوف كرة أشرف نعمان في اليسار، حازم عبد الله، حازم يعبث بشباك الظاهرية. فيها نتيجة قبل نهاية الوقت. الترجي قد خضر، أوه قيسية، تقريبا دقيقتين من الخمس دقائق كوقت بدل ضاع. بينية، محمد نضال للترجي، أوه ركلة جزاء قاتلة. شوف عرقلة هالي لشباب الظاهرية. حازم عبد الله، ماذا فعلت يا حازم؟ وأدراج الرياح ضاعت كرة أشرف، كرة حازم عبد الله وليست كرة أشرف. خروج اللاعب فراس نعمان، هل كان في بطاقة؟ عجيب، ومباراة غريبة الأطوار. يطلق صافرة حاليا أشرف قادوس معلنا عن نهاية لقاء الجولة 17. شباب الظهرية 4، ترجي وادي نيس 3، علي نعمة 2، أحمد ماهر جول، كامل جبرين جول، هدفين لحازم عبد الله وهدف لخضر جمال، 3 ركلات جزاء في اللي...